أنا أحباب نطلب من الله القدير أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. لأول مرة تشاهد معنا هذه القناة سادمين بخشنا بواحد الشراك وبواحد اللايك فضلا للأمر بطبيعة الحال، ونبداو هذا الفيديو ديالنا على بركة الله. أول حاجة نبداو بهذا الفيديو ديالنا أخوتي هو أنه من بعد الضوء الأخضر ديال مجلس النواب يوشك القانون ديال الموازنة أنه تم عليه الموافقة بشكل نهائي، وهذا القانون هذا اللي دخل فيه بزاف ديال الأشياء، الريديت وتشتادينانسا، الزيادة في الأجور، الزيادة كذلك في لاسينيو أونيكو، كذلك ما يتعلق بالضرائب والعفو الضريبي كما تتعرفوا. مهم بشكل نهائي غيدوز هذه المسائل هذه غيدوز إن شاء الله في مجلس الشيوخ. مهم على اي يعني بزاف ديال الحوايج تيتكلموا على انه المسائل غادي تكون بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو هذا. المهم كما تعرفوا هذه الحكومه ديال خوتي ديال جورج ميلوني منذ البدايه ديالها يعني في الانتخابات قبل ما ينجحوا كاع في الانتخابات الاخيره، يعني كانوا دائما تيتكلموا على انه غادي تكون مساعدات لفئات عديده ديال مختلفه من المواطنين، كذلك كانوا تيتكلموا دائما على انه الريزو تشتادينا بطبيعه الحال داخل المواطنه ما يبقاش بالشكل اللي كان عليه، كذلك تيتكلموا على بزاف ديال التغييرات اللي خصها تكون يعني واللي يعني كلها كما كنا تنشوفوا انها كانت في الصالح ديال المواطنين. لكن اخوتي بالعكس يعني هاد المسائل هذه كلها ما كاين منها حتى شي حاجه، وهذا الشيء اللي جات به الحكومه وهذا القانون ديال الموازنه اللي غيكون ديال هاد السنه هذه ديال 2023 بطبيعه الحال غادي يحرم بزاف ديال الناس وغادي يستافدوا شي حاجه قليله ديال عباد الله، يعني غادي بزاف ديال الناس غادي تحرموا الواقع وهذا غادي يتحرموا من الاستفادات اللي كانت واللي البونصات اللي كنا تجيبوهم كذلك مع الحكومه ديال ماريو دراغي. المهم القانون ديال الموازنه ديال 2023 فيه بزاف ديال الحوايج، مثلا الزياده ديال الرواتب كما تيقولوا ملايين ديال العمال، كذلك الشيك الواحد او لاسينيو اونيكو ديال العائلات، كذلك الضريبه الثابته كما تعرفوا الفلات تاكس وما يتعلق بهذه المسائل ديال الضرائب للعاملين للحساب ديالهم الخاص كما تعرفوا، كذلك معاشات ديال التقاعد والزيادات اللي غادي تكون فيها، كذلك قطع ديال دخل المواطن كما تعرفوا، وكذلك جميع الحالات ديال اعفاء الضريبه. واول حاجه غادي نمشيو نشوفوها وغنشوفوا الزيادات اللي غادي تكون يعني العمال كما تعرفوا اخوتي بالنسبه للابوراتوري اللي عندهم يعني 25 في حدود 25000 اورو في السنه، واللي عندهم مثلا واحد الوالانيو اللي تيوصل ل 1923 كما تنشوف انا هنايا اللوردو في الميزي، يعني هذا هو الكسب ديالهم يعني في الشهر، فالزياده ديالهم يعني بالتدقيق يعني ما غاديش تفوت واحد 19 اورو في الشهر، وهذا بفضل واحد الطالو ديال الكونيو في سكالي اللي تيوصل 3% لا اقل ولا اكثر. وبالنسبه للناس يعني اللي الكوادانيو ديالهم يعني في السنه اكثر من 25 من 25 والفوق حتى ل 35000 الاورو يعني في السنه، فهادو بالنسبه لهم يعني تقريبا غتكون واحد الزياده كونتريبوتيفا ديال 2% بالنسبه يعني ل 13 شهر ديال السنه كما تعرفوا لحسبنا كذلك 3D تشيزيما. اما فيما يخص اخوتي لاسينيو اونيغو والزياده اللي تيتكلموا عليها واللومينتو ديال هاد لاسينيو هذا، فابتداء من البريمو جينايو الاول ديال الشهر ديال السنه المقبله الجديده ديال 2023 فالزياده اللي كاينه هي واحد 50 اورو يعني في الشهر اللي زايده بالنسبه للعائلات يعني المتعدده الافراد اللي فيها يعني اربعه الافراد او اكثر ديال الاولاد، يعني هادو هما اللي عندهم هاد الزياده هذه ديال 50 اورو، وحتى كذلك يعني اللي عنده غير واحد ولكن هاد الطفل هذا ما فايتش يعني السنه حتى هو عنده هاد الزياده هذه ديال 50 اورو في الشهر. اما فيما يخص يعني التوفير ديال شهر اضافي من الاجازه الطوعيه المدفوعه الاجر بالنسبه ديال واحد 80% لكل الوالدين، واللي يمكن انهم يستافدوا منها يعني انترو سيستوانو ديال الفيتا ديال هذا الفيلو، يعني في خلال السنه السادسه من عمر هذا الطفل هذا ممكن انهم يستعملوها او يستافدوا منها هذا الاجازه الطوعيه او ما يعرف بالكونجيدو فولونتاريو. اما فيما يعرف بالضريبه الثابته او الفلات تاكس كما تعرفوا بالنسبه للناس اللي خدامين يعني الاوتونومي اللي خدامين العاملين الحساب ديالهم الخاص كما هو معروف، فبالنسبه لهاد الناس هادو اللي تتراوح المبيعات ديالهم ما بين 65000 اورو حتى 85000 اورو، المهم تم الرفع ديال هاد الحد الادنى ديال هاد الفلات تاكس او ديال هاد الضريبه الثابته الى 15%.
اما بالنسبه للي عندهم واحد الريدي تو انول اللي تيوصل ل100,000 أورو، فهاد الشريحه هادو عندهم مده ديال عام واحد باش يخرجوا من هاد المخطط ديال السعر الثابت او الفلات تاكس كما تعرفوا، وغادي يتمكنوا من التوفير الى ما يصل الى 8,000 الاورو من الضرائب في السنه. اما بالنسبه للناس ديال التقاعد، فالناس كلهم اللي عندهم في السن ديالهم اكثر من 75 سنه يعني غياخذوا واحد المينيمو ديال 600 اورو في الشهر، عوض المبلغ اللي تتقاضاو دابا حاليا اللي توصل ل 525 اورو فاصله 38. اما بالنسبه للناس يعني اللي العمر ديالهم قل من 75 سنه، فبطبيعه الحال هذا البنسيوني ديالهم غادي يوصل، غادي يطلع فقط ل 570 اورو ماشي 600 اورو. اما بالنسبه للنساء يعني ولداك البنسيون ديالهم اللي غادي ياخذوه، طبيعه الحال كان من المقرر يعني انه ياخذوا البنسيون ديالهم ما بين السن ديال 58 سنه حتى 59 سنه، لكن الان غادي يطلعوه حتى 60 سنه عاد ممكن انهم يعني ياخذوا التقاعد ديالهم، ويقدر ينخفض يعني هذا السن هذا في حاله يعني كانوا اطفال. المهم هذه المساله تقتصر على الناس اللي عندهم يعني اللي مقدمين يعني الرعايه او يعني ذوي الاحتياجات، في حين الناس يعني او السيدات العاملات واللي تم الاستغناء عنهم او موظفات الشركات او اللي تتمر يعني بازمه، غيبقى في الامكان ديالهم التقاعد في السن ديال 58 سنه بغض النظر عن عدد الاطفال. وبالنسبه لدخل المواطنه الريديت وديشتادينانسا تقريبا 400,000 نوكليو فاميلياري اللي غادي يقدروا يفقدوا هذا دخل المواطنه الريديت وديشتادينانسا، يعني 7 ديال الاشهر كما تعرفوا ابتداء من الشهر الاول غيبداو يحسبوا يعني 7 اشهر، يعني في اغسطس غيقدروا يعني تقريبا اكثر من 800,000 شخص غيقدروا يعني يفقدوا يعني هذا دخل المواطنه، واللي هما يعني بالنسبه للغوفيرنو يعني اوكوبابيلي يعني قادرين انهم يخدموا والعمر ديالهم يعني ما فايتش 60 سنه. المهم عندهم هاد الايوتو كما قلنا ديال تقريبا اللي غيوصل 500 اورو في الشهر، يعني الميديا تقريبا غيقدروا يشدوا غير 500 اورو في الشهر، وكذلك اللي غيكونوا كذلك حتى هما مضطرين انهم يتابعوا بعض الدروس ديال الفورماسيوني الكورس ديال الفورماسيوني، هذه مساله ضروريه باش انهم يعني يقلبوا على عمل اللي هو ما كاينش اصلا، وحتى لا كان يعني رحنا تنعرفوا يعني حتى الاجور يعني راها منخفضه. وكذلك غادي تكون الاقتراحات ديال العمل يعني ولو انها تكون يعني بعيده على السكن ديالك، مهم خصك تقبل بها، الا ما قبلتيش بها يعني في هذه المده هذه النيت اللي تتكلموا على هذه السبعه اشهر، يعني الا ما قبلتيش بهذا العمل اللي غادي يقترحوه عليك ويقدر يكون بعيد على السكن ديالك، فبطبيعه الحال كذلك حتى في هذه الحاله هذه ممكن انهم يعني حرموك من الدخل المواطنه. مهم هذه المساله هذه كما تعرفوا لقات بزاف ديال المعارضه خصوصا في الجنوب، وكما تعرفوا جوزيبي كونتي يعني من المدافعين على هذا الدعم هذا ديال ريدي ديشتادينانسا اللي تيقول بانه يعني خصنا نوجدوا عمل، خصنا نعطيو البديل لهاد الناس هادو قبل ما نحيدوا لهم الدخل المواطنه. اما بالنسبه للعفو الضريبي كما تعرفوا او ما يطلقوا عليه بسترال شو ديال لي كارتيل ايزاتوريالي سوتو الميلايرو يعني تحت من 1000 اورو، مهم هذه المساله اللي غادي تكون، وطبيعه الحال كل ما يتعلق يعني بهذه المساله هذه ما بين السنه ديال 2000 حتى 2015. اما فيما يتعلق بالغرامات يعني الطرقيه او المولتي استرادالي، فلانولامينتو يعني الالغاء غيكون فقط على ليانتيريسي ديال هذه المولطات ماشي على لي سانسيوني، وماشي كذلك على لي ريمبورسو ديال لي سبيزي ديال البروشيدورا ديال هاد النوتيفيكال اللي تجي الناس، مهم يعني باش تكونوا عارفين هاد المسائل. وكاين كذلك واحد الالغاء او الروتاماسيون ديال هاد الملفات اللي غادي يمتد حتى يعني يوصل حتى ديك الغرامات ديال الطرق للفائده بالفائده وبالاقصر ديالها، ولكن خاص الانسان يعني يدفع الطلب ديالو للحصول على هاد الالغاء هذا قبل من التاريخ ديال 30 ابريل ديال 2023. المهم بعجاله هادشي كان يعني اغلب يعني النقط اللي غادي يتكلموا عليها يعني واللي غادي تكون القانون ديال الموازنه ديال هذه السنه هذه ديال 2023 اللي غادي تتم عليه كما قلت لكم المصادقه عليه في مجلس الشيوخ ان شاء الله غدا. هذا ما كان في الفيديو هذا بوجهه، ما تحرمولوش من الدعم ديالكم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.